علامة من أعلام تحنوط تاريخ رياضي وسياسي كبير، وكان مرشحا محترما في مجلس الشعب، ولكن يعني لم يحالفه التوفيق رغم أنه البلد كلها كانت خرجت من أجله. يعني الانتخابات الحياة كل سنة متحلصكم طيبين. أنا ميجي اليوم بسبب الدعوة جاءت لي من طرف الأستاذ محمود. كما عليك من حضرتك هتشرف. لا فهمنا شرف. لا فهمنا. فكنت حريص أن أنا أحضر. لكن الظروف مرضي فعلا كنت تعبان. لكن كنت متفق مع الأستاذ محمود. نحن هنيجي سوا. يا ريت. جاهز. ده شرف مين؟ الله يخليك. هو سابني مع الإخوة والأخ بقى طبعا المسيحي بتاعكم ضحك علينا وخد. لكن الحاجة التانية هي اللي أصرت إن أنا آجي وأحضر لسبب. إيه هو السبب التاني؟ الأخ شادي قال إن حد من الأصدقاء وأنت من الجزية روح مش عارف إيه. أنا مجي النهاردة عشان الجزية من سنة 83 وأنا معايا مسيحي ومسلم من قرية الجزية. أنا نسيت أسماء. ده اللي خلاني آجي النهاردة عشان أحتفل بإبن القصية، لأنهم كانوا فعلاً أعزاء ونفهاء وكل حاجة فيها كانت حلوة. جاي عشان أبلغك تبلغ تحياتي للقصية اللي الناس اللي أنا مش عارف. ده السبب. الحاجة التانية بقى إن شايف العمدة بتاعنا خد الكلمة قبل. أنا كنت عقيد إن في حاجة جواك دايما في لقاءاتك وكلامك وبتاع، يا ربي ايه الوضع اللي في مصر وفي الراجل ده؟ الراجل ده ربما يحصل له حاجه، يعني حاجات كتير فعلا، لكن كانت حاجه بتشرفنا. شكرا. واحنا سعداء بحضرتك. شرف ليا يا فندم. شرف ليا. قبل ما انسى ما انساش جميل الاخ بايز كان صغير وكان ايام ترشيحي بالمجلس الشعب سنه 90، كان من ضمن الناس اللي هي كانت في المقدمه وقطع كل طرح صراحه، لكن هو كمسيحي كان في البدايه قدامي. وانا اشكرك برضه جميلك ودماغي وانت شرفتنا. انا اتشرفت بيكم. وبعدين انا مش كاتب ولا حاجه، كاتب الشعراء يتكلموا الاول عشان يستفيدوا. انت جميل. انا جيت عشان اوجه تعبيتي ليك. ربنا يخليك. بتحيات الاهل القصير. شرف لي. شكرا. ربنا يخليك. شكرا.